السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنشرح مع بعض Connect Plus Primary 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 2 الترم الثاني، ومعانا أصحابنا بيدو وبودي. النهاردة هيساعدونا في حل بعض الأسئلة. لسه بنكمل مع بعض شرح Unit 8 Don't Get Lost، أو ما تتوهش لا تضيع، وده Part 3 أو الجزء الثالث من شرح Unit 8. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Part 3 أو الجزء الثالث في Unit 8 بيتضمن كلمات مهمة جدا خاصة بالترانسبورتيشن أو وسائل المواصلات. هناخد الكلمات بتاعتها وناخد معلومات مهمة جدا كمان خاصة بالجرامر في Unit 8. أول حاجة طبعا لازم نعرفها الوردز أو الكلمات، وهي بتتضمن الكلمات الآتية: station، station يعني محطة، station يعني محطة. airport، airport يعني مطار، airport يعني مطار. gas station، gas station يعني محطة غاز، أي محطة خاصة بالغاز أو الوقود بنقول عليها gas station، محطة غاز أو محطة وقود بنزينة يعني. port، port يعني ميناء، أي ميناء بيطلع منه سفن وبتروح منه سفن وبتيجي عليه السفن ده اسمه بورت. بورت يعني ميناء، زي بورت سعيد أو بورسعيد، الميناء بتاعنا في محافظة بورسعيد. airplane، airplane يعني طائرة، airplane يعني طائرة، وهي طائرة ركاب طبعا اللي بيسافر فيها الناس. boat، boat يعني قارب، boat يعني قارب، أي مركب بنركب فيه وبنعدي بيه في المية ده اسمه boat، boat يعني قارب. ferry، فيري يعني معدية. طبعا يا أصحابي في حاجة اسمها فيري أو معدية، المعدية دي بتعدي بينا من بر للتاني، من شط للتاني، زي طبعا لما بنكون مسافرين مكان معين في طريق بري وفي في النص مكان فيه مية، الحتة بتاعت المية دي واحنا مسافرين على الطريق البري ده بيبقى في حاجة اسمها معدية، المعدية دي يعني فيري. طبعا بيركب عليها الناس والعربيات والاتوبيسات والوسائل المختلفة بتاعت الترانسبورتيشن اللي بتمشي على الارض، بتقف على الفيري دي او على المعدية دي، بتعدي بينا من شط للتاني او من بر للتاني، دي اسمها فيري. فيري يعني معدية. هاي واي، هاي واي يعني طريق سريع، اي طريق بنسافر عليه من محافظة للتانية، من مدينة للتانية، من بلد للتانية ده اسمه هاي واي. هاي واي يعني طريق سريع، العربيات والاتوبيسات بتجري عليه بسرعة عالية جدا، وده بيكون اسمه هاي واي يعني طريق سريع. وطبعا السكة الحديد او شريط القطر اللي بيمشي عليه القطر ده اسمه ريل واي. ريل واي يعني سكة حديد، اللي هو الشريط بتاع القطر ده اسمه ريل واي. ريل واي يعني سكة حديد. وطبعا سكاي، سكاي يعني سماء، سكاي، سكاي يعني سماء. ولما اجي اقول لك ستوب ات، stop at يعني توقف عند، stop at يعني توقف عند. travel on، travel on يعني يسير على، بيركب حاجة معينة وبيسافر بيها ده اسمه travel on، يسير على. وcar، car يعني سيارة، سيارة خاصة بيك ملكك انت واسرتك دي car، لكن لما بتكون سيارة اجرة يعني تاكسي، تاكسي يعني سيارة اجرة. فلما اجي اقول لك a taxi and car، stop at، stop at a gas station، gas station، gas station يعني محطة الغاز، محطة الوقود، يقفوا في البنزينة علشان ياخدوا الوقود بتاعهم. ولما اجي اقول لك a boat stops at، stops at a يا بيدو، a port، a port يعني ميناء. ولما اجي اقول an airplane stops at، stops at a يا بودي، airport، airport، airport يعني في المطار. ولما اجي اقول لك a train، a train stops at، stops at a station، station، station يعني بيقف في المحطة، القطار بيقف في المحطة. طب لما اجي اقول لك trains travel on، travel on a، بيسافر على ايه؟ railroad، railroad، railroad يعني على سكة حديد، يبقى القطارات بتسافر على السكة الحديد، trains travel on railroad. ولما اجي اقول لك cars، cars travels on، travels on a highway، highway، highway على الطريق السريع زي ما قلنا من شوية. وخلي بالكوا يا أصحابي إحنا بنستخدم by، by before transportations، transportation وسائل المواصلات، بقول by بواسطة أي اسم من أسماء الترانسبورتيشنز أو وسائل المواصلات، زي ما مثلا ما أقول by car، by car يعني بواسطة السيارة، بالسيارة، زي مثلا كمان
By boat. By boat يعني بالقارب. By boat يعني بالقارب. زي كمان. By train. By train يعني بالقطار. By taxi. By taxi يعني بواسطة السيارة الأجرة. وآخر حاجة ممكن نقول كمان by airplane. By airplane أو بواسطة الطائرة. ودلوقتي عايزين نعرف الـ transportation jobs. الـ transportation jobs أو وظائف النقل. طبعا وظائف النقل أو الـ transportation jobs زي مثلا pilot. Pilot يعني الطيار. Pilot يعني طيار. وزي كمان co-pilot. Co-pilot اللي هو مساعد الطيار، اللي هو اللي بيقعد جنب الطيار في الطيارة بيساعده في قيادة الطائرة. وزي كمان station master. Station master. Station master اللي هو ناظر المحطة، اللي بيبقى مسؤول عن المحطة، في لو كانت محطة bus station، محطة اتوبيس، أو كانت حتى train station، محطة قطار. أي station بيبقى ليها station master أو ناظر محطة، اللي بيبقى هو مسؤول عنها وعن تنظيم الأمور بتاعتها كلها. وزي كمان conductor. Conductor. Conductor يعني كمساري، اللي هو بيعمل check أو بيتأكد إن كل passenger أو كل راكب معاه التيكت بتاعته، اللي هو الكونداكتور. الكونداكتور أو الكمساري. وزي كمان ميكانيك. ميكانيك. ميكانيك اللي هو الميكانيكي، اللي هو بيصلح الأعطال المختلفة في أي transportation من الترانسبورتيشنز المختلفة. وزي كمان تيكت ايجنت. تيكت ايجنت. تيكت ايجنت اللي هو موظف بيع التذاكر، اللي بيبقى موجود في شباك بيبيع التذاكر للناس. طبعا يا أصحابي في كلمات مهمة جدا لازم نعرفها، زي كلمة سكادول. سكادول يعني جدول، اللي هو جدول المواعيد بتاع الرحلات. وزي كمان كلمة passenger. passenger أو مسافر، راكب. المسافر أو الراكب يعني passenger. وزي كمان flight attendant. flight attendant اللي هي المضيفة بتاعة الطيران، الطيارة بيبقى عليها flight attendant أو مضيف الطيران. وزي كمان railroad engineer. railroad engineer أو سائق القطار، ده اسمه railroad engineer أو سائق القطار زي ما قلنا من شوية. ودلوقتي هنلعب لعبة جميلة قوي. أصحابي هيقولوا أسماء الوظائف المختلفة بتاعت الـ transportation jobs أو وظائف النقل، وأنا هقول كل وظيفة بتقوم بإيه أو بتعمل إيه. فنبدأ مع صديقنا بيدو. pilot. pilot. pilot يعني طيار، والبايلوت بيعمل flies a plane. flies a plane أو بيقود الطائرة، بيطير الطيارة. co-pilot. صديقنا بودي بيسأل على co-pilot. الكو-pilot بيعمل إيه؟ الكو-pilot أو مساعد الطيار helps the pilot. helps the pilot أو بيساعد الطيار. صديقنا بيدو بيسأل وبيقول طب الflight attendant يا مستر؟ flight attendant يا مستر helps the passengers أو بتساعد الركاب. helps the passengers أو بتساعد الركاب، دي الflight attendant أو مضيفة الطيران. طب الrailroad engineer يا مستر؟ railroad engineer أو سواق القطار، سائق القطار، طبعا بيعمل إيه؟ drive the train. drive the train أو بيقود القطار، ده railroad engineer أو سواق القطار. conductor بيعمل إيه يا مستر؟ طب الconductor بيعمل إيه يا مستر؟ الكمساري بيعمل إيه يا مستر؟ الconductor المفروض في الترانسبورتيشنز المختلفة أهم حاجة بيقوم بها الconductor إن هو بيعمل checks the passengers tickets. checks يعني بيفحص، لما بيعمل على حاجة check يعني بيفحصها. the passengers ticket التيكتس أو التذاكر بتاعت الركاب، يبقى checks the passenger tickets، بيفحص تذاكر الركاب. ده طبعا دي طبعا وظيفة الكونداكتور. والميكانيك يا مستر؟ الميكانيك طبعا اللي هو الميكانيكي بيفحص الانجنز أو المحركات وبيصلحها، فبنقول checks and fixes the engines. checks and fixes the engines، بيفحص وبيصلح. fixes يعني يصلح. the engines أو المحركات. طب والتيكت ايجنت يا مستر؟ وآخر حاجة التيكت ايجنت زي ما صديقنا بيسأل، أو موظف بيع التذاكر. طبعا التيكت ايجنت أو موظف بيع التذاكر بيبيع التذاكر للركاب، أو sells tickets to the passengers. sells يعني بيع tickets التذاكر to the passengers للركاب أو للمسافرين زي ما عرفنا من شوية. وآخر حاجة مش عايزكم تنسوا يعني إيه get on. get on يعني بيركب. get لوحدها بتيجي بمعنى يحصل على، لما بيجي معها on يعني يركب. و get off. get off يعني ينزل.
ينزل من على طبعا جيت اوف. جيت اوف يعني ينزل، ينزل من طبعا الترانسبورتيشن اللي هو راكبها او وسيله المواصلات اللي هو راكبها، وجيت تو، جيت تو يعني يصل الى. يبقى جيت اون يركب، جيت اوف ينزل، جيت تو يصل الى. وكده نكون انهينا بارت 3 او الجزء الثالث من يونت 8 او من الوحده الثامنه Don't get lost او لا تتوه لا تضيع. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.